الكافرين. السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ الله يبارك فيك. كنت تقري ايه؟ كنت تقري ايه؟ القرآن. أي سورة؟ سورة الفاتحة. ما شاء الله، أنت في اليوم هنا؟ لا، في اليوم سوا، يعني أما أعينا مش بقطع. يعني أنت تقريبا كل يوم؟ ماشي، فلا كل، بس بقطع يوم أو اثنين. تقطعي بعدين تيجي. طيب انا عاوز اسالك سؤال، انت تعملي ايه هنا؟ وبعمل المناديل. بتبيعي المناديل؟ كم الواحدة؟ بجنيه. بجنيه؟ يعني دول كلهم ب 12 جنيه؟ لا، دول ب 10 جنيه. 15 كده. كده. انت عداهم ما شاء الله. هنا 5 ودي 10. طيب حقي انت ليه تشتغل هنا؟ ما فيش حد يساعدك؟ أبوه أنا معايا عيال، أبوه الله يرحمه، أنا أشتغل 9 سنين وأنا كنت شغالة، بس أما أشتغل في بيت أحسن ما أقعد في الشارع، يعني أنا مدارية. بس أنت ست كبيرة، يعني تيجي هنا تعملي إيه؟ أنا إيه؟ أنا لو في عافية. انت ما تقدريش تمشي. ما تقدريش تمشي. انا ما احبش الحاجه دي، لان انا واضح ان انا جبت من هرجه. بس ما فيش، انا معايا بنت اقسم لك بالله. صح. وعز الكلام كلها. وبيت ربنا اللي انا زرته، انا بنتي عندها سرطان. الله يحفظك. الله يحفظك من كل خير. بس مخلف 4 عيال. جوزها جت ردها. قاعده معايا. الاربع عيال. تعالى البيت دلوقتي معايا الرقم اهو. مش عايز يشوف، انا مش بس ولا قادر انت عليه. ابن ده بيعوز لبن لطيف يعني يومين وثلاث بكلف. هي ما بترجعش عشان هي ضعيفه. طب انا اروح فين بقى؟ اروح فين؟ اروح فين؟ ما تبقاش شقه من بيت من واحد رمالي امه وعيالها 4. اقسم بالله. والشكوى لغيره ما ذاكرش. صح. انا مسكيت لما انا حبيت كلامك والله ومقتنع فيه 100%. بس بعد وانت كبيره في العمر ما صح. انا لا بس انت عارف انا من مواليد 53. يعني صغيره عندي 36 سنه. طيب انا مش عاوز اطول عليك، انا عاوز اساعدك مساعده خليكي ما تجيش تقعدي هنا. طيب اوكي. المساعده دي انا عاوز اقول لك الدنيا الحمد لله بخير. بخير يا حبيبي. والناس للناس. والله دي. ورب العالمين ما ينسى عباده. ربنا يخليك. والله ما بينسى. ما ينسى صحيح. صح. انا عاوز اساعد. انت لازم تقري قران في البيت. وتقعدي عند بنتك. ما يصحش كذا قدام الناس. فانا جاي اعرض عليك المساعده. أنا جاي أعرض عليك مساعدة، حلو؟ بتقري يا حجة؟ بتقري؟ أنا بقرأ القرآن السعادة. والله ده أنا مضيع يا حجة. ده عقد عمل. يعني أنا عاوزك تشتغلي في مكان. اسمه هذا اسم الشركة. وهنا نكتب اسمك. ونوقع انا وانت. وكده تبقي في البيت. يجيكي معاش لمده سنتين. يعني انت يمشي لك معاش وانت في البيت، والمعاش 1500 في الشهر. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. ربنا يسعدك ويخلي فيك الخير ويجعلك يا رب وايدك مردوده ليك وجايبك مليان بالخير والوجه يا رب. ان شاء الله. طيب يسعدك. طيب انت موافقه؟ مش بشرط ما تجيش هنا تاني.
لمدة سنتين. الله يعطيك. دلوقتي انا اوقع مكان ثاني. دي الورقة هتكون عندي. عندي. عندك انت امسكيها. طيب عشان تضمني حقك دي الورقة خلاص. انا لي حقوق. انت ليك حقوق علينا. ربنا يخليك. والله. طيب. دلوقتي عشان اقول لك على حاجة. انت هتداومي في بيتك. هيجيك المعاش بس الشركة دي هتبعت لك المعاش شهريا. طيب؟ هيوصلوا لك ما تخافيش. دي 5000 جنيه مقدم. والله انا جاي اساعدك والله. خدي الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خدي دي. الله يكتب لك الخير. حاجة. يا أمي والله أنا جاي أساعدك. وهذا فضل من ربنا. والله. والله. أشتري منك واحدة عشان ما تزعليش. لا عشان تمسحي فيها دموعك. خدي دي. دي مني. أمانة يا حبيبي. ما ترجعيش هنا مرة ثانية. بن هنا بس ممكن بقى ما دام أنت طيب كده. أقول لك عن حاجة. ربنا يوسع حالك. ربنا يخليك. والله هتروحي عمرك. ربنا يخليك. هتروحي عمرك. هتاخدي المعاش. أيوه. هتروحي عمرك ودي أمانة عليك. تسلم. خلاص؟ يطول عمرك. طيب الله يبارك. ويديك الصحة والعافية. عاوز أبوس راسك. تسلم. أنا. مع السلامة. مع السلامة. أنت من أبعد. من الإمارات. تسلم الامارات وشعبها. الله يبارك فيك. وتسلم الناس اللي فيها. الله يبارك فيك. ويسلمها من كل رضي. والله يا رب العالمين. اللهم امين. خلاص امن وامان. اللهم امين. وهو اصل ابوهم الشيخ زايد كان عم بيساعد مصر من زمان. صح. واهله. والله ابوهم وعندنا مدينه الشيخ زايد دي بتاعته. صح. هو اللي عاملها. صح. والله ناس طيبين زي العسل. الحمد لله. والله العظيم. طيب انا ربنا يسلمك. انا هديكي حاجه قبل ما اروح. يا حبيبي. ده شعار الشيخ زايد. حطيه. بس عاوز احطه هنا ليكون فكره ليك. حاجة. انا اسف. انا هتيجي على خير. ان شاء الله الله يكتب لك الخير. شكرا لك. سامحيني. شكرا لك. شكرا لك. معاك. الله يبارك فيك. مع السلامة.